بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، سأقوم اليوم بشرح درس المجرد والمزيد من الأفعال والأسماء. اليوم سنتحدث عن معنى الفعل أو الاسم إذا كان مجردا. ماذا يعني مجرد؟ وماذا نعني بالمزيد؟ سنتحدث اليوم عن هذا الدرس وعن أحرف الزيادة وكيف يكون الفعل مجرد وكيف يكون مزيد. تابعوني الآن. الآن ما معنى المجرد وما معنى المزيد؟ المجرد هو ما كانت جميع أحرفه أصلية في الماضي، أصلية أي خالية من الزيادة. إذن في البداية حتى إني أحكم على هذا الفعل أو الاسم أنه مجردا أو مزيد، أرد هذا الفعل للماضي ويكون خالي من أي زيادة، مثل كتب، فهم، كرم. أما المزيد هو الذي زدنا عليه حرف أو أكثر على أحرفه الأصلية في الماضي. إذن أيضا هنا في الماضي، رد الفعل للماضي، مثل كتب، جزرها كتب، الألف والنون أحرف زيادة، إذن هنا مزيد. استفهم، أيضا فهم، الألف والسين والتاء، إذن هنا الفعل مزيد. إذن إذا كان في الفعل أو الاسم أحرف مزيدة، إذن يعتبر مزيد. أما إذا كان مجرد من أحرف الزيادة فهو فعل مجرد. أحرف الزيادة تجتمع في كلمة سألتمونيها، هذه هي أحرف الزيادة اللي رح نتعرف عليها في هذه الحصة أو في هذا الدرس. الآن يا سادس، نريد أن نتعرف على أن حروف المضارعة النون والألف والتاء والياء اللي هي حروف كلمة نأتي ليست من حروف الزائدة، تمام؟ النقطة الثانية، للتعريف أيضا ليست من الحروف الزائدة، والضمائر المتصلة ليست من الحروف الزائدة، تاء المتكلم، ناء الفاعلين، ألف الاثنين، نون النسوة، واو الجماعة، ياء المخاطبة ليست من الحروف الزائدة. إذن الحروف حروف المضارعة النون والألف والتاء والياء ليست من الحروف الزائدة، للتعريف ليست من الحروف الزائدة، والضمائر المتصلة ليست من الحروف الزائدة، وأيضا تاء التأنيث الساكنة ليست من الحروف الزائدة. كما قلنا أو كما تحدثنا سابقا بأن الفعل مجرد. مجرد يعني أنا بدي أخذ أساس الفعل، جذر الفعل، نرد الفعل للماضي ثم نحكم عليه إذا كان مجردا أم مزيدا. لمعرفة الأفعال والأسماء المجردة والمزيدة، نردها للماضي المجرد. مثال: استفهم، فهم، مزيدة بحرف الألف والسين والتاء. إذن أخذنا الجذر فهم، فهي مزيدة بالأحرف في البداية الألف والسين والتاء، إذن هنا الفعل مزيد. ننتقل للمثال الثاني، محاسن، جذرها أو جذرها حسنة، مزيد بحرف الميم والألف، إذن هنا مزيدة في الحروف الزائدة على الفعل الماضي المجرد. إذن هذه الحروف مزيدة على الفعل الماضي المجرد اللي هو حرف الميم والألف. إذن هنا نلاحظ بدون حروف زائدة مجرد، ومع الحروف الزائدة مزيدة. الآن تجتمع الحروف الزائدة في كلمة سألتمونيها، إذن هذه الكلمة تجمع بداخلها الحروف الزائدة وتعتبر من أحرف الزيادة، هذه الحروف الموجودة في كلمة سألتمونيها.